شكون فيكم اللي كتمارس التخبيب مع الزوج ديالها او مع شي اخر كيف ما كان النوع ديالو، مع مرأة ولا مع راجل؟ انا عارفكم هاد الكلمه غادي تجيكم جديده، بزاف الناس اللي غيعرفوها، بزاف الناس اللي ما غاديش يعرفوها. كنتمنى الناس اللي غادي يعرفوا شنو هو منع التخبيب يخليو لي في لي كومونتير. هاد السيده كانت كتعاد تمارس مع راجلها هاد العاده هادي اللي خيبه، ونعلت الله وعلى الناس اللي كيديروها. فبقاو معايا حتى النهايه، جيبوا كومونتير وبارطاجوا. ويك ويك عباد الله، ويك ويك. انا هي سهام اللي مارس تخبيب مع راجلي واللي وقع كارثه بكل المقاييس. حياتي وحياه راجلي تدمرات على البنات. المهم انا جيت نعاود لكم قصتي ونقول لكم انا هي اللي كنت كنمارس التخبيب وما كنتش كنعرف عليه حتى شي حاجه، حتى النهار اللي تفرات فيا وتكسرت حرفيا. وبلا شك بزاف منكم ما عارفين شنو هو التخبيب وشنو هما العواقب ديالو. داكشي علاش انا جيت نشارك معكم حكايتي ونعاود لكم شنو وقع ليا، وانتم نصحوني اشنو خاصني ندير. الله يجازيكم بالخير. المهم البنات، غادي نعاود لكم ايام الصغر ديالي. كبرت وعشت وسط عائله متوسطه الدخل وعلى قد الحال. الاب ديالي راجل طالب معاشو، وفاش ما لقى كيخدم كيف ما كيقولوا سبع صنايع والرزق ضايع. كان مسكين فين ما حط يدو ما لقاها، ما خلى فاش خدم، ولكن الزمان كان غالب عليه. حتى كبروا خوتي وخواتاتي عاد هزوا عليه الحمل، حيت خوتي وخواتاتي كلشي قرا وتوظف وخدموا وخدامي زوينين وتعاونوا مع الوالد. بالنسبه للام ديالي صعيبه شويه، هي واحد المراه اللي سلطويه، لسانها طول منها. ما البنات غير قصيره ولكن لسانها وكلامها طول منها. الام ديالي من نوع النكار، مني كيصبح الحال وهي شاعله بحال شي عافيه الله يسمح ليا منهم جبودها، كانت بحال الراديو الخاسر. منين كتفيق في الصباح هي دو ما كتقاداش وما كتبغيش تنسى الموضوع، كتشد في الكلمه وما كتبغيش تنساها. وهادشي حنا ما ورثنا من عند الام ديالي، غير التبلبيل ديالها، الهضره والزمعه والزعمه ما يزولها ليها حتى القايد. بالنسبه للخوت، عندي ثلاثه ديال خوتي ذكور وجوج خواتاتي بنات، انا هي الثالثه فيهم، انا هي الكبيره في البنات. حنا تبارك الله كنا تسعه ديال الخوت، سته ديال الخوت عفوا. المهم تبارك الله كنا سته ديال الخوت. الاب ديالي في الصغر ديالنا كان غالبو الزمان وقهرو، ما حيلتو المصروف، ما حيلتو الكره، ما حيلتو الام ديالي اللي كانت مبدره وما كتعرفش تقتصد نهائيا وكتضيع بزاف، واللي جابو النهار يديه الليل وما عندهاش مع العبر والقياس. كانت كتضيع الوالد ديالي، والوالد كان جنو في الضيعه، ديما هي وياه متشادين، هانتي كترتي، هانتي ضيعتي، هانتي درتي، هانتي فعلتي. مي كتكون غير على سبه، هو كيدو هي كتر عليه، وكتبقى عاود دو اجم يسكتها، ما كتبغيش تسكت حتى كدير ليه الشقيقه بكثره الهضره. المهم البنات الصغر ديالي واخا دا شويه صعيب وفيه معاناه كثيره، ولكن عادي دوزتو بحال جميع البنات اللي في العمر ديالي. حتى انا جريت ولعبت وعشت كل نهار بنهارو، ما كنتش متوقع حتى شي حاجه، كنعرف ان ناكل ونشرب ونعيش العمر ديالي وما كنتش هز الهم لشي حاجه. صافي مني كبرت شويه دخلت للمدرسه، قريت وتعلمت، وكنت واحد البنت اللي مجتهده، وانا اكثر وحده في خوتي كانت باغا تقرا وتوصل بالقرايه ديالها. كان عندي واحد الطموح اللي كبير من الصغر ديالي، وانا كنحلم نكون استاذه ديال اللغه الانجليزيه. كنت كنحماق على اللغه الانجليزيه وكنقول انا خاصني نقرا ونتعلم باش مني نكبر حتى انا نكون استاذه ونقري الوليدات. المهم هكذا كنت كنحلم. صافي بقيت كنقرا مزيره راسي، ملي وصلت للكاتريام غادي نلقى راسي لقيت راسي نقصت وخاصني نزيد الدعم. كنت كنضل نرغب في الوالد يعطيني فلوس الدعم باش زمان ديال السوايع، كنت باغا نديرهم عند واحد الاستاذه كانت ساكنه قريب علينا. الوالد مره كيعطي ليا، مره كيقول لي بنتي انا دابا ما عنديش حتى الشهر الماجي عاد لي السوايع. كنت كنمشي كنغرف خويا الكبير كنقلب كنبقى كنطلب عفوا فيه كيعطيني باش نزيد الدعم، ولا على الاقل يعطيني غير باش نمشي للسيبان ندير بحث. خويا مسكين صراحه كان دائما ملي كتكون عنده الفلوس كيعطي ليا وما كيرداش وجهي، تقريبا دوك الفلوس ديال المنحه اللي كان كيشد كيقسمها معايا. وكذلك ملي كتكون العطله كيمشي كيخدم باش كيجمع الفلوس على وديت القرايه ديالو. منين كان كيشوفني مزيره في شي بحث كيعطي ليا باش نديرو. صافي بقيت كنقرا كنت مزيره راسي،
ودايره راسي في القرايه باش نوصل للاحلام ديالي. مين بقيت بحال هكذا حتى طلعت للباك، كنت قريتو غادي ننجح فيه بواحد النقطه اللي كانت زوينه بزاف. ما نكذبش عليكم اخواتاتي، كنت جد راضيه على النقطه اللي جبتها، الاقل المجهود ديالي ما ضاعش غير هكذاك. بالعكس نجحت في الباك وهذا هو المهم. صافي من بعد ما نجحت في الباك غادي نلقى مشكل، حيت المدينه اللي حنا فيها ما عندناش فيها جامعه. انا كنت باغا نكمل قرايتي وندير الجامعه ونمشي نقرا فيها، بغيت نمشي للجامعه اللي قراو فيها خوتي. الاب ديالي ما غاديش يبغي، قال لي فلانه انت صافي خديتي الباك ونجحتي فيه سالينا، دابا انت غادي تجلسي في الدار الله يرضي عليك. منين قال لي الوالد واحد الهضره الدنيا طارت بيا، قلت لي كيف الشابه شنو كتقول؟ قال لي كيف سمعتي بنتي راه قلت لك ما كاين لا جامعه لا حمص. وانا في هذه اللحظه حسيت بحال شي سطل ديال الماء طايب تكب عليا، حسيت بالسخانه طلعت ليا من صبع رجليا. قلت لي ولكن الوالد انت شنو كتقول؟ قال لي كيف سمعتي؟ قلت لك جلسي صافي جلسي. واش انا هادي؟ قلت لي واش انا هادي قرن زمارة وانا كنقرا؟ طحت ومت وصرت الليالي باش ناخذ الباك ونطلع للجامعه باش نقرا، وانت دابا كتقول لي ما كاين لا جامعه لا تحمص. واش انت لاباس الوالد؟ علاش ما قلتيهاش لخويا فلان؟ وعلاش ما قلتيهاش لخويا فلان؟ وعلاش؟ خنزر في عينيه وقال لي راه دويت معاك وقلت لك ما غاديش تقري الجامعه، ما تعانيش مع خوتك هذوك راهم رجال، ماشي بحال كنتي راك امراه، وهاد الجامعه اللي قلبتي ليا بها راسي سيري جمعيها في الدار وديري بحال العيالات. نوضي لاله تعلمي ما ينفعك، راه ولد عمك الحسين باغي يتزوج بيك. خرجبت عليا ولد عمي، كرجيت قلبات عليا ناري البنات. هاد عمي كان ساكن في العربيه، عنده ولدو سميتو الحسين نونخ حتى الطرف، وغير عروبي كيضل سارح في الجبال المعيز والبهايم، وديما لابس واحد البوط عامر بالتراب. ما كانش عندي لا معاه ولا داك عمي هذاك، ما عنديش معاهم. الوالد قال لي انت حكا الواد غادي تزوجي به وطلعي تجمعي الغبر من الكوري مع ولد عمك، وهذيك الجامعه ديال بصح هي اللي غادي تدوزيها تما في العربيه. ما نكذبش عليكم طلع ليا واحد الدم، بقيت كنغوت وكنزعف، ما خليت ما قلت. داك النهار هذاك غوت ديال بصح، مع العلم عمرني ما عليت صوتي على الوالد ولا رفضت ليه شي طلب ولا قلت ليه شي كلمه فوق كلمته، ولكن داك النهار انا شخطت بالمزيان وما عجبنيش الحال. بقيت كنخاصم، قلت ليه ما تبوالش عليا با، اش من الحسين هذا ولا زعتر؟ واش هذا عمي ما شافني غير انا باش يزوجني لولدو سارح؟ واش با انا قريت وتعلمت وضربت التماره وصرت الليل مع النهار باش نقرا ونتوظف، ولا باش نمشي نسرح المعيز مع الحسين ونشطب ليهم الكوري؟ قال لي وما السرحه وما المعيز ماشي وظيفه، اللهم تسرحي ولا تجلسي بايره عندي هنايا. وقال لي تنوضي جمعي راسك بنيتي وتزوجي، وخوي طريق لخواتاتك وخوتك، راه حتى فلان هو راه كبر وخاصو يتزوج، حتى اختك فلانه هي طالعه في الطريق غدا ولا بعدو يجيو فيها الخطه. بقى كيخلط ليا شعبان مع رمضان، ما فهمت والو من كلامه، من غير انني عطيت الكلمه لعمك وغادي يجي يخطبك وانتي غادي توافقي تزوجي به. ما نقولش لكم البنات، تعصبت وطلع ليا الدم سيمانه وانا كنبكي. هاد الهضره ديال الوالد ما عجبتنيش وما تحملتهاش، وغادي نوض ندفع عليه امي. قلت لها امي عافاك الا ما هضري ليا مع با، قولو يفوتني عليه ولا ما غاديش يعجبكم الحال، والله حتى ندير في راسي شي فضيحه. امي ناضت هي وهي كيتخاصموا، قالت ليه والله لا كانت ليك، انا بناتي ما غاديش نزوجهم للعروبيه وبالخصوص لولد خوك فلان. ناض الوالد كيتغاوت هو وامي. مع امي مني كتشد في الهضره ما كتقاداش، تخاصمت هي وهي كبر بيناتهم صداع بغا يضربها. زاد الوالد تعصب كتر من الاول وقال لي هضره وحده راني قلتها لك، راه عمك غادي يجي هاد السيمانه باش يخطبك لولدو، انتي وجدي راسك. ايوا حنا ما لقينا ما نديرو للوالد، حيت هو خدا قرار اللي ما غاديش اصلا يتراجع فيه. صافي حطيت راسي للارض وغادي يجي فعلا عمي يخطبني لولدو الحسين. نهار جاو يخطبو فيا كنت كنبكي وما عجبنيش الحال، ولكن ما بغيت نبين والو، جلست معاهم بقيت حاطه راسي. بعدها دخلت البيت ديالي بقيت جالسه وهي تدخل عندي اختي، قالت لي فلانه تكلمي لبا. مشيت خرجت عندهم بقيت جالسه حداهم وانا كنترعد بكل شيء. بقى عمي كيهضر معايا قال لي فلانه واش بنت خويا قبل تزوجي بولدي الحسين؟ حطيت راسي وما دويتش وهي تنطق مرات عمي، قالت لي واش كتعرفي ديري هادي وكتعرفي ديري الاخرى؟ قبل ما تكمل الهضره ديالها هضرت امي، قالت لي انا بنتي ما كتعرف تشد حتى الشطابه بين يديها، بنتي انا ما كتعرف دير والو، ولا بقات بنتي حتى تزوج بولدكم ما يسكنهاش في العروبيه حيت ما غاديش تقدر تعيش فيها. هنا مرات عمي دخل معاها الصاد، بقات غير كتشوف فيا وكتشوف في عمي، وعمي ومراتو يحسب ليهم انا حادكه وكنشقه،
ولكن ملي عرفوني ما كنعرف نخدم والو اللون في وجههم تلف وما بقاو عارفين ما يقولوا، بقاو كيتمسمو من بعد منا قلبوا الهضره. صافي ما بقاوش كيهضروا على الموضوع ديال الزواج، وقالوا الوالد هذا الموضوع حتى من بعد ونهضروا فيه. صافي غادي جلسوا عندنا مرات عمي ومراته 4 ايام. بقات مرات عمي حاطه عليا وانا بالعاني كنت كنفيق حتى ل 12، ما كنخدم والو غير كناكل كنمشي الناس على داري، كنشعل التلفازه ويلا نط نغسل الماعن شي كنغسلو شي كنشقفو بالعاني. قلت مع بالي والله مرات عمي حتى نقليك تمشي من هنا بلا عوين. ايوا داك 4 ايام اللي جلست معنا فيها عرفتني ما عندي دراع وانا ماشي ديال العربيه. صافي هما مني هزو حطو فيا عرفوني خايبه حتى للطرف وما عندي دراع وما غاديش نصلح ليهم. مرات عمي وعمي هزو ولدهم لحسين ومشاو بحالاتهم. من بعد كان عمي تلاقى بالوالد في السوق وقال ليها ودي خويا غير سمح لينا وصافي، حكا الولد راه تعكس على الزواج وما بغيش يتزوج وانا راني درت معاك العفوت. بقى كيدير الوالد في الاعذار وغادي يجي عندنا الوالد للدار شاخد. قال الام ديالي راجع عندي خويا فلان السوق وها ما قال لي واشنو كاين. صراحه فرحت وعجبني الحال. امي نطقت قالت للوالد ماشي الحسين اللي ما بغاش يتزوج ليهم، هو كره بنتي فلان راه هذاك مول اللي عيبات عليهم ويحسب ليها البنت حادقه وكانت باغا تديها للعربيه تخمس على ظهرها، ولكن ما عرفتها ما كتقلي حتى بيضه بدات ليهم فيها. صافي البنات داك الزوج بولد عمي ما كملش والحمد لله كنحمد سيدي ربي وكنشكرو، حيت على شويه كنت غادي نتزوج للعربيه ونمشي نعيش في التكرفيس، ولكن الحمد لله الخيوبيه هاد المره نفعتني ونقذتني من زواجي من ولد عمي. المهم البنات من بعد كنت طلبت ورغبت في الوالد يخليني نمشي للجامعه نكمل قرايتي، ولكن هو ما بغاش وقال لي لا غير فوتي الجامعه كيف قال لي غير فوتي عليك ديك الجامعه انت ما غاديش تقراي فيها، مستحيل تمشي تقراي في المدينه خصوصا في مدينه اخرى. يا كنت عندك الباك وصافي سالينا، بغيتي تخدمي بالباك ديالك وتستافدي منه مرحبا، ما بغيتيش دوزي تجلسي وروحي جنابك حتى يسهل عليك الله وتمشي ديري دارك. منيش الوالد مخنزر فيا وباغي يجلسني في الدار، قلت اللهم نوض نخدم ديك الباك ولا نبقى جالسه نصدق لا خدمه لا قرايه. صافي البنات مشيت دفعت شي سيفيات، بقيت كنتسنى رزقي كل مره كندفع السيفي حتى سهل عليا الله فواحد الوظيفه على قد المستوى الدراسي ديالي. في الاول كنت دوزت الشطاج بحال جميع الناس، من بعد توظفت وشديت بلاصتي بقيت خدامه على راسي وعايشه حياتي اللي كانت زوينه، كنت مستقله براسي وداخله سوق جوايه من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه، وقليل فين كندير شي وقيت وكنخرج فيه مع صحباتي كنديرو هكا خريجه صغيره بيناتنا ولا كنجلسو في شي قهوه وصافي وكنرجع للدار. كنت يا البنات واحد الانسانه حدوديه وجاب راسي من المشاكل، غادي نبقى بحال هكذا المده ديالها. وانا نتعرف على واحد الموظف جديد للشركه، ملي شافني بقى حاطه ليا العين عجبتو، من بعد ما دوز معنا 16 سنه في الخدمه كنهضر معايا وطلب مني فرصه ديال التعارف. قال لي انا فلان راني معجب بك واذا كان ممكن عطيني فرصه ندخل لحياتك ونكونوا انا وياك جوج متفاهمين كوبل. صراحه ما اعتذرتش عفوا وقلت ليه اه واخا مرحبا. صافي البنات عطيتو ديك الفرصه، كانت اول فرصه كنعطيها لشي واحد يدخل لحياتي ولا شي واحد نتفاهم معاه على الزواج والمستقبل. من هاد بنادم ما عمرني تصاحبت ولا درت علاقات، انا ماشي كنت ضد العلاقات الغراميه ولكن غير ما لقيت الشخص المناسب اللي ندير معاه ديك العلاقه. منين هاد بنادم طلب مني فرصه قلت ليه مرحبا. وما علينا بديت كنهضر معاه درت معاه ديك العلاقه، ولكن السيد غادي ندمني على النهار اللي فكرت ندخلو لحياتي. السيد مسيم انا الاولى ديالي معاه غادي يبقى يتحكم فيا ورجع كيكلامي عليا بزاف، ديما حاضيني وحاط عينو عليا وكيبغي يبين السيطره ديالو عليا. منين كندخلو للخدمه هو عينو عليا، هادي علاش درتيها وهادي علاش قلتيها وهادي علاش وقفتي هنا معاها، هادي علاش درتي ليها هكذا، هادي علاش دخلتي عندو للبير، وكيبقى محمق ليا راسي. منين كندوي معاه وكنقول ليه ما تبقاش مركز على حياتي اكثر من حياتك، انا ما عنديش مع بنادم يتدخل لحياتي بالمقلوب، اجيني نيشان وبركه من الغير ومحاسبه الزايده. هو ما كانش كتعجبو هدرتي، مهم باختصار الشديد واخا كان عجبني وتمنيت تكون بيني وبينو شي حاجه، ولكن ما قدرتش نكمل معاه في ديك العلاقه وبقيت كنجمع ليه وكنصبر ليه حتى النهار اللي غادي يهز ليا التليفون ديالي وبقى كيفتش ليا فيه داك الساعه ما هملتش راسي يهز ليا تليفوني وبقى كيبقشش فيه، حسيت بيه كيهين فيا وكيشك فيا. تاني حاجه ما كانش عنده حق يبقش ليا في تليفوني حيت ما هو لا راجلي ولا خطيبي ولا خويا ولا بويا باش يتعامل معايا بديك الطريقه هذيك. تما البنات غوتت عليه وقلت ليه اه فلان، قلت
كاسي فلان، انا غادي نجيك مع الاخر نطولو ونقصرو. قال لي بحالاش؟ قلت لي انا ما غاديش نصلح لك وانت ما غاديش تصلح ليا، ما غادي نليق بيك، ما غادي تليق بيا، ومن اليوم فصاعدا ديك العلاقه اللي درت معك غادي نسدو بابها، اليوم غادي تسد، اللي جمعني بك ولد الناس يفرقنا. هو بحال كبيتي ليه المطاي، بقى جد في بلاصتو كيشوف فيا ومعجبوش الحال طبيعه الحال. قال لي دابا شنو كتقصدي؟ قلت ليه ما كنقصد والو، انا جيتك نيشان كيما بغيتي نويها. قلت ليه انا ما نصلح لكش وانت ما تصلحش ليا، سالينا وسدت مادام. مرضاش بكلامي، خصوصا هضرت بهاد ديك الطريقه ما عجباتوش، بقى غير كيخزر فيا بعد منها بشي بحالو. انا ما ديتهاش فيه، صافي من ديك الساعه ما رجعت هضرت معاه ولا ديتها فيه. غادي نقاو البنات واحد الشهر ولا ما كملش ونتعرف على الزوج ديالي. هاد خينا غادي تلاقيني بيه واحد الزميله ديالي في العمل، هاد بنات كيجيها من العائله ديالها. المهم واحد المره كانت عندهم واحد المناسبه في الدار ديالهم، كانت عرضت عليا مشيت عندهم للدار. داك خينا حتى هو كان من المعزومين، ولكن بيني وبينكم ديك الساعه انا ما انتبهتش ليه وما شفتوش نهائيا. ايوا حتى دازت ديك المناسبه بواحد اليومين، هو يهضر معاها عليا وقال ليها البنت الفلانيه اللي جات عندكم للدار راهي لفتت الانتباه ديالي وعجبتني بزاف وما كرهتش نهضر معاها. صاحبتي قالت ليها ودي انا ما غاديش نقدر نقول لك والو حتى نستشر معاها. المهم صافي هي كانت جات عندي للخدمه في الوقت ديال الاستراحه غادي تبدا ليا الموضوع. قلت ليها فلانه اجي نقول لك، قلت ليها نعم. قالت ليها ودي ها شنو كاين وها شنو راه، واحد السيد من لافامي شافك عندي وعجبتيه واشنو طلب مني. هي بقات كتشكر ليا فيه، صراحه ما كنتش باغا حتى نسمع ليها. حاولت نبدل ليها الموضوع لكن هي غادي تلصق فيا وغادي ترجع دائما كتقول لي اشنو قلتي راه السيد باغي يهضر معاك، بقات لاصقه فيا. قالت ليها انت عطيه فرصه يتعرف عليك وانت كذلك تعرفي عليه وخليه يشوفك وخليك وشوفي حتى انتيا وهضروا انت ويا في المعقول. ولا لقيتو ريوسكم متفاهمين وقابلين على بعضياتكم وبغيتيه وبغاك ديك الساعه يمشي لداركم يطلبك للزواج، ولا ما تفهمتوش عمي ما قال لخالي كل واحد فيكم يشد طريقه ويكمل حياته. المهم انا قلت ليها واخا صاحبتي ملي شكرتيه ليا وقلتي ليا عليه ولد الناس ما فيها باس، داكشي اللي كان زميله ديالي كانت دارت معاه موعد في واحد الكافي قريبه للعمل ديالنا ولقاتني معاه. صراحه ملي جلست معاه ودينا وجبنا في الحديد شني ولد الناس وما يتعبش، باقي جون شباب طريف باين عليه حشوم ومحترم، تقدروا تقولوا ما فيه ما يتعب. انا عجبني وعجبني الاسلوب ديالو اكثر. سيد تكلم معايا بلطف وقال لي بلي انا عجبتو لفت الانتباه ديالو وحقا باغي معايا المعقول والزواج، ويلا كتب قال لي بغيتك تعطيني فرصه نتعرف عليك ويلا توالمنا غادي نتقدم للخطوبه ديالك. صراحه ما لقيت ما نقول، بقيت غير كنشوف. سيد فاجئني بكلامه وقال لي باغي يتزوج بيا. المهم البنات كنت طلبت منه يعطيني فرصه نتعرف بعدا عليه اكثر وديك الساعه يكون خير. قال لي لا لا واخا كاين بس. المهم ديك الساعه قبلت الرقم التليفون ديالو عطاني، تبادلت انا وياه ارقام الهواتف وكذلك مواقع التواصل بحال الفيس والواتساب. قال لي نهضروا شهر من بعد نقرروا شنو غادي نديروا. قلت ليه واخا صافي. ديك الساعه الزميله ديالي في العمل قالت لي شوفي انا اللي عليا انا درتو، لقيتكم مع بعضياتكم ودابا عوموا بحركم، الا تفاهمتوا ارتحيتوا لبعضياتكم ردوا عليا العرس، الا ما ارتحيتوش لبعضياتكم ولا ما تفهمتوش ما تعرفوني ما نعرفكم. بقينا كنضحكوا ليها، قلنا ليها لا لا انتي غتبقاي الوسيط بحال الشيخ القبيله. بقينا شادين فيها وفي نفس الوقت شكرناها حيت جمعت بيناتنا وتعرفنا على بعضياتنا بسببها. ايوا هي البنات انا وهاد خينا غادي نبقاو كنهضروا في التليفون بشكل يومي. بصراحه ومن خلال الهضره ديالي معاه تبين ليا ولد الناس حنين وحنين وحنين وبلا قياس، ظريف وبزاف ما نكذبش عليكم ما خلى لي ما نقول، عجبني كلامه والتصرف ديالو حتى انا عجبته. توالمنا مع بعضياتنا، ما جا يكمل ديك الشرح حتى قدرنا نفهموا بعضياتنا وتقدروا تقولوا قررنا نزيدوا خطوه لقدام. صافي هو من بعد شهر بالحساب طلب مني الزواج، طبيعه الحال قبلت نتزوج به وقلت ليه مرحبا. قال لي صافي تتبع علمي الاهل ديالك وانا هاد السيمانه غادي نجيب مالي نضر يخطبوك ليا. طبيعه الحال قلت لي صافي مرحبا بك. داكشي اللي كان البنات كنت فتحت مع الام ديالي بالموضوع، بقات عاوتاني بالنكير قالت لي هاش من زواج هذا اللي باغا تزوجي، انتي باقا حتى ما خدمتي علينا لا عام ولا جوج، دغيا دغيا باغا تزوجي، علاش راكي مزلوبه وعلاش هاد الزواج؟ ياك راكي واكله وياك راكي خادمه وياك راكي شاربه وراكي خدامه، شنو بغيتي ديري بشي زواج؟ امي البنات ما عجبهاش الحال وبقات كتخوت عليا.
هي ماشي هضرت معايا بالقاعده ولا بلاتي احسن، قالت لي ولا قالت لي يا بنتي لا وبلاتي عليك وحتى تختاري ولد الناس وتشوفي في الطيح ولا. هي دقه عمر شعلت فيا وقالت لي واش حنا جرينا معاك وقريناك وتعبنا عليك باش نوظفوك تشدي بلاصتك، ونهار توظفتي بغيتي تطيري مع الطيور، بغيتي تزوجي قبل الوقت وتمشي تسيري ديري دارك تصرفي على راجلك، وحنا لينا الله اللي ربينا وقرينا كيطير ويخلينا. ايوا بدات كتخاصم عليا وكتقول لي ايوا ايوا بنات الليات كتوظفوا وجلسوا يخدموا على والديهم وجابوا ليهم وبناو ليهم وحجوهم وشراو ليهم، وانت من عامك الاول نتي باغا تزوجي وتمشي تبني حياتك، وحنا ضحينا بحياتنا باش قريناك شنو غادي نستافدوا، وهاد الزواج ديالك شنو غادي يدخل علينا. بقات كتخاصم وكتزاف عليا وكتقول لي ما كاين لا زواج ولا طلاق، سيري تخدمي على راسك ونسي هاد الموضوع. هي عاد كتهضر معايا بزاف ويدخل الوالد قال ليها امان عاوتاني هاد المراه صوتك مطلق حتى الاخر ديال الشارع ياك لاباس. بقيت كنطلع باللون وكنغص فيها باش زعما تسكت ما تقول والو، حلفت ولا تسد فمها وقالت لي بصي ما نغوت بنتك فلانه. قال لك اسيدي حكا والواد جايين فيها الخطاب وباغا تزوج. الواليد شاف فيها انا حشمت الصراحه حطيت راسي للارض، حسيت بالسخانه طالعه معايا. بقيت كنغص فيها وهي ما بغاتش تسكت باقا كدوي. قالت ليه ايوا ضرب تماره وقري وعلم والنهار يربي وريش يطيروا. وليد دار فيها واحد الدوره شيطانيه، قال لها شنو فيها الا جاو فيها الخطاب الله يسخر ليها، واش بغيتي تخمريها حداك ولا راكي عوله تخدم عليك؟ البنت راه ما كدومش في دار باها. المهم الوليد دار في امي وعجبني فيها، قال لي انا على الشيطان وايوا ما تفرحي لبنتك وتدعي معها بالتسخير وطلبي الله يلاقيها بولد الناس. جالسه كتنقبي في الهضره وباغا تقطعي عليها رزقها، مي بقات كي غير كتشوف فيه. قالت ليه شنو دابا كتقصد؟ قال لها ما شنو والو، الا كانت البنت باغا تزوج وتعمر على راسها وتحل الاسره ديالها الله يسهل عليها. ونوضيه لالا كتفي دجاجك وجوجي بنتك باش تجيبي العروسه للدار وتزوجي حتى ولادك. انا حشمت ونطل بيتي وخليت امي متشاده مع الوالد. هي كتقول ليه بلاتي عليها هو كيقول ليها البنت ما تدوم ليها غير دارها، ولكن صافي في الاخر قنعها الوالد وما قالت والو. المهم البنات صافي السيد جاب الاهل ديالو وجا كيخطف فيها. بصراحه الاهل ديالو ناس واعيين ومثقفين وما فيهم ما يتعب، حتى الاب ديالي ملي شاف الناس عجبوه بزاف ورحب بهم. النهار الاول كانت غير هضره ما بين العائلات، من بعد سيمانه نجبوا الخطوبه ديالهم وخطبوني رسميا. فهداك النهار ديال الخطوبه حددوا التاريخ ديال العرس والعقد وكل شيء كان هو هذاك. من بعد الخطابه بشي شهر تقريبا جمعنا ريوسنا ضربنا لاكت ديالنا، من بعد تاج تحويجاتي قديت كل شيء بحال اي عروسه مغربيه كتفرح براسها وكتوجد على قبل العرس ديالها. شهر باكمله وانا كندور من نقافه لنقافه من قاعه لقاعه، كنت فرحانه بلا قياس. كنت باغا ندير عرس ميد عرس زوين صافي قدينا كل شيء لحقو طريقو. درت العرس ديالي كل شيء تاز زوين وبخير الحمد لله، تيسرت لينا امورنا. درت عرسي غزال بعد منا غادي نعيش في الاول مع الاهل ديالو، عشت معاهم واحد الاسابيع اللي كان زوينه صراحه. عائلته كانوا كيتعاملوا معايا زوين، لا خواتاتو ولا الام ديالو كلشي كانوا كيبغوني وفرحانين بيا. دوزت معاهم واحد الايام اللي كانت غزاله. في الاول كنت زرقه في الشغل ما كنت كنعرف نخدم والو، ولكن هما الصراحه كانوا كيعلموني وكيتعاملوا معايا زوين. بقيت بحال هكذا لمده ديال شهرين، كمل الكونجي ديالنا غادي نرجع للخدمه ديالي وغادي نبدا حياتي الجديده اللي كانت عاديه. كنت كنوض كنمشي نخدم كنجي كنلقى كوسي والويساتي قايمين بالواجب وكلشي هو هذاك. صراحه ما كانوش كيتحسبوا معايا وما كانوا كيقولوا لي حتى شي حاجه، وغادي نبقى البنات عام مع دار شيخي. بعد منها رجلي كنكرا واحد البرطمه قريبه على الخدمه فاش خدام وهو غادي يمشي، فاش كنخدم هو غادي يمشيو ليها. مشيت لداري استقريت معاه بوحدي، غادي نبدا حياتي في داري بحال اي كوبل. ما نكذبش عليكم البنات الزوج ديالي طلعوا للناس ظريف وحنين بلا قياس، كان كيتعامل معايا بحال النقيطه ديال الماء، كيدير ليا بحال الماء القليل، كيدير ليا بحال شي صديق صغير. عرفتو كيلالي بيا وديما كيحضر ليا الحاجه قبل ما نطلبها منه، كان كيتعامل معايا بواحد الطريقه اللي كانت غزاله. في الاول كان عاجبني معاه الحال وكنت فرحانه بزاف، كنقول الحمد لله يا سيدي ربي لقيتيني بولد الناس اللي كيبغيني وكيخاف عليا. كنت كنمشي نخدم وكنجي للدار كنلقى جماعه الدار بصح مفض الغبره، وليت صبنو بيت الناس نقي الدار كتشعل. ملي كنت كنقول ليه علاش طرفتي الدار؟ تراك جيتي من الخدمه هي نخلي حتى نجي انا ونجمع راسي.
كان كيقول لي لا هذه ماشي مشكل، بحال انا بحال انتيا، وحتى انتي راه كنتي خدامه كتعيانه، ما فيها باس انا نخدم، انا كنخدم وكنخرج قبل منك، واللي غلب يعرف كيف خدمت انا كيف خدمتي انتيا. المهم السيد كان معايا مزيان، حتى الخاصه ديالي ما كانش كيطمع فيا ليها، ما كانش كيطمع ليا فيها، كان كيقول لي فلوس خبيهم عندك وديري بهم اللي عجبك، انا ما تعطيني والو، ما تجيبي لي منهم والو. انا كنت كنفرح وكنقول ليه الله يكثر خيرك وللناس. صافي البنات بقيت عايشه مع هذا الراجل، على هاد الحال حياتي كانت معاه غاديه مزيان، ما كان كيدير لي حتى شي حاجه، غادي نبقى بحال هكذا حتى سهل الله عليا. حياتي كانت غاديه معاه مزيانه وما كان كيدير لي حتى شي حاجه، غادي نبقى على هاد الحال حتى سهل عليا الله وغادي نحمل. انا من حملت ما عجبنيش الحال صراحه، ما كنت باغا نحمل على وديت الخدمه اللي كنت خدامه. راجلي مني شافني من شافني ما حملاش الخبر ديال الحباله خصم عليا وقال لي علاش كديري بحال هكذا، بالعكس خاصك تحمدي الله وتشكري ربي فرحك بالوليدات. المهم قنعني بالحمله ديالي، غادي نبقى حامله علما كنت فكرت مع راسي باش نسقط الجنين، ولكن ملي هضر معايا راجلي بحال قنعني بقيت حامله غادي تدوز عليا هي البنات في ديك الحباله هذيك، دازت عليا ديال بصح. عانيت القطران جاني الحمل خايب، وزيد عليه هذاك الشهر كانت عندنا الخدمه مزيره، ما بغاوش يعطوني كونجي، ما كان عندي ما ندير، بقيت صابره. وهنا راجلي شافني غادي نحصل بوحدي، ما علي ملي داز 3 شهور مشيت درت فحص لقيت راسي حامله بالتوام. الطبيبه قالت لي خاصك الراحه الكافيه، راجلي ملي شافني حاصله في راسي غادي يهزني يداني عند الاهل ديالو، غادي نبقى مع الويساتي وعكوزتي هما اللي غادي يتكلفوا بيا، ما كنتش كنحط يدي في الماء البارد. بقيت معاهم في هذيك الفتره ديال الحباله ديالي، تزوج لوسي الصغير جاب مراتو، وهاد مراتو هي البنات غادي تعيش مع كوستي. كانت مرات لوسي آية في الجمال، زوينة وحادقة وحلوة، واللي خدمتها كتقنع، أي حاجة حطت من يديها كتخلي بنادم حل فمو فيها. صراحة مرات لوسي كانت حادقة 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 تبارك الله. منين عاشت مع ناسها وشافوها حادقة وكتقول الخدمة، وزيد عليها هي بنت العروبية، ولكن تحلفي عليها جاية من قلب فاس، بيضة 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 كيف الشمعة. في الاول كنت كنقول ليه صافي ما عرفتش شنو نشبهم فيها، النار وما طال هما فلانه فلانه فلانه، ولكن البنات ملي حطيت انا عليها وديت وجبت معها في الهضره غادي نتاكد بلي السيده عندها ما تقول. وانا هنا بدا كيدخلني شويه ديال الغيره منها، كنت كنغير منها على الحداقه اللي فيها، كذلك ما كنتش كنبغي نسمع عكوسي ولا الويساتي، كنت كنبغي نسمع عكوسي ولا الويساتي كيمدحوا فيها، خصوصا الى شكر الخدمه ديالها قدامي. مني كيجبدو سميتها قدامي كنبقى كنطلع باللوان، معلين مرتوسي كانت تايهة في راسها وخدامة شغلها، كذلك مطلية فيا، حتى منين ولدت ولادي التوام كانت مطلية فيا وكتجيب ليا الماكلة حتى للفراش. صراحة ما عرفتش علاش كنت حاقدة عليها وما كنتش مرتاحة ليها، كنت كنتحس منها من ناحية، كنت كنتحسس من ناحية ديالها. صراحة هادشي كان كيوقع ليا بلا ما نحس، يعني ما كنكونش قاصدة غير منها ولا نحسدها، ولكن كنكون ساهية حتى كنلقى راسي سريحت فيها، كنبقى كنخمم كنقول فلانة ما غاديش تلحق عليا، انا احسن منها قاريه ومتعلمه عليا، كنبقى كنمدح راسي براسي، ولكن شي حاجه من الداخل كانت كتقول لي لا فلانة احسن منك. كذلك كنت كنحط على لوسي وكنشوفو كيتعامل معاها مزيان وكيبغيها، بالرغم حتى انا راجلي كندير ليه بحال ما القليل، ولكن كنت كنقول مع راسي لوسي كيبغي مراته اكثر مني انايا. كنبقى عاوتاني كنحط راسي في المقارنه، المهم غادي نبقى بحال هكذا ديما حاطه على مرت لوسي. مع العلم هي كانت المعاملة ديالها معايا زوينة بزاف، مالية فيا كي قلت ليكم وفولادي، وحتى أنا كنت كتعامل معاها زوين صراحة، ولكن داكشي اللي كنت كنحس بيه كان كيخليني نفر منها ونبعد عليها، وغير بشوية يعني منخليهاش تحس بيا كنتهرب منها، كنت قدامها كنضحك ليها في وجهها، ولكن قلبي صراحة ربي اللي كان عالم بيه. ما كنتش كنحمل فيها الشعرة ومن عند الله ما كنتش كنرتاح ليها، وبسببها هي ما غاديش نبقى كنحمل حتى الجلسة في دار الشيخي. غير تحيت شويه غادي نهز ولادي، رجعت للبرطمان اللي كنا كارين انا وراجلي، غادي نسكن غير بوحدي. صراحه تنيت منهم، كنت كنسابق قبل وليداتي، في الاول كان عندي كونجي، ولكن ملي لقيت ولادي صغار وما عندهمش علم نامنهم، ما غاديش نلقى اللي غادي يتهلا ليا فيهم، قررت نجلس من الخدمه ونبقى مقابله داري وليداتي ونعيش حياتي الزوجيه بحال باقي الناس، وراجلي هو اللي كنطلب مني نجلس في الدار ونقابل الدراري. فعلا داكشي اللي درت حتى انايا، جلست في داري وعشت حياتي الطبيعية وغادي نبقاو بحال هكدا، ولكن البنات بيني وبينكم مرتاحيتش من الداخل ديالي، مكانش عاجبني الحال، والوقت اللي كنت كنمشي عند ناسي ولا ناسي
تعرض عليهم كيجيو عندنا كيبقاو يمدحوا في مرات لوسي وما كتسمعي في لهنا وفي لهنا، كذلك الويساتي كيشكروا فيها وهي كتشكر فيهم. كنت كنحس براسي انا وحده براني عليهم وما على بالهمش بيا، ولكن هي الرقم واحد في العائله. ما علينا، انا كنت كنحاول ندير ما في جدي باش نتقربت انا منهم. كنت كنكسيهم، كنعطي العكوسي الفلوس، كندير الحمام، كنصلى فيها وفي الويساتي باش صراحه نكسب المحبه ديالهم الصالح ديالي ونخليهم كيبغوني انا اكثر منها. مع الاسف ما قدرتش عيس ونخسر عليهم فلوسي بدون جدوى. غادي نبقاو بحال هكذا؟ انا كنت كنقول لراجلي علاش الاهل ديالك ما كيديوهاش فيا؟ علاش ما كيعطيونيش قيمه؟ علاش كيديروا ليا بحال هكذا؟ هو كان كيقول لي لا بالعكس، غنتي جيب لك كبالك وصافي، هما راه كيبغيوك وحكا راك عزيزه عليهم وانت راكي في المرتبه ديال فلانه. انا كنت كنقول ليه لا 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 لا، ما عندهمش معايا اصلا، غير كينافقوني وكيمثلوا عليا بلي راهم كيبغيوني، ولكن لا، هما عندهم مرت خوك احسن مني. كنبقى كنكرر عليه في هذا الموضوع، الوقت اللي كيجلس معايا في الدار كنجبد عليه نفس الموضوع. عاوتاني ملي كنمشيو عند الاهل ديالو كنجي عامره، ملي كندخل مع الباب وانا نهضر ليه على امو ومرات خوه. في الاول ما كانش كيعجبو الحال، جبد ليه الاهل ديالو وما كانش حامني نهضر عليهم. كان كيقول لي انت غير كتقلبي على المشاكل، مالك رجعتي بحال ما هكذا؟ من نهار ولدتي ولادك كنتي حساسه وكتركزي على شي حوايج ما كاينينش، وكيبقى كيخاصم عليا. رجع السيد حتى هو داير فيا حقه، هاد الراجل كيخاصم عليا وكيقلب عليا وجهو وكيخليني كندوي بوحدي. كنجنو جنونو اللي جبد عليه خوتو ولا خواتاتو ولا الاهل ديالو بالعيب. ملي كان كيشوفني كنهضر عليهم بديك الطريقه كان كيبقى فيا الحال وكيخاصم عليا. بسبب هاد الموضوع رجعت كنحس بالراجل قلب التعامل ديالو معايا، ورجع ما بقاش كيديها فيا، رجع ديها غير في الخدمه ديالو، فلوسو جمع هادي وخبي الاخرى وشري الاخرى، عطي لهذا هادي وعطي الاخر هاديك، مبقاش كيديها فيا من اصله. ومن نهار جلس من الخدمه وبقيت مقابله الدار وتمارا والمسؤوليه ديال الولاد، والراجل قلب عليا وكيزيد يفقصني حيت شافني كنهضر على الاهل ديالو خايب. ايوا ناضي اختي كيتقرب منهم كيتصاحب مع اخوه، مع العلم علاقته بخوته من الاول كانت زوينه وحط القلب على القلب على القلب، ولكن ملي كنت كنجبدهم ليه بالعيب زاد تشبت بهم اكثر من الاول، وجا كيتعامل معاهم احسن مني انايا. رجع السيد كيخرج من الخدمه وكيمشي ديريكت عند والديه، كيمشي عندهم كياكل كيشرب عندهم كيجي شبعان مقرح. او تمني كتكون شي مناسبه كيعطيهم الفلوس كيكسيهم، وانا كنشوف ملي كنهضر معاه كنقول ليه علاش كتخسر فلوسك عليهم، يا هكا حتى هما خدامين عندهم مدخولهم الشخصي. كان كيدور فيا دوره الزمن وكيقول ليا كنتيا ما كتعطينيش من جيبك، هادو راهم فلوسي وهادوك عائلتي وانا حر فيهم نعطيهم ولا ما نعطيهمش، هذاك شغلي انايا. انا بيني وبينكم كان كيبقى فيا الحال، كنتعصب وما كانش كيعجبني الحال، كاش كيعجبني الحال نشوف راجلي كيخسر عليه عليهم رزق ولادي. كنت البنات كنبقى كنخاصم عليه وما كنخليلوش. المهم بسبب هذا الموضوع رجع بيني وبين راجلي مشاكل، وغادي نبقاو انا وياه بحال هكذا. ملي شفت راجلي كيدير غير ضد فيا، داكشي اللي انا باغياه ما كيديروش، داكشي انا ما باغياش هو اللي كيديرو. رجعنا البنات شد لي نقطع عليك، غادي نبقاو عايشين واحد العيشه اللي اش غادي نقول لكم، اللي فيها ديما النكر وديما المشاكل. ملي بقيت كنحط نقط على الحروف وكنشوف راجلي كيفاش كيتعامل معايا، قررت انا نبدل التعامل ديالي معاه. وجات البنات كناكل ليه الدماغ غير بالفن، وكنستعمل معاه السياسه. غادي نبقى كناكلو بشطايطو، وهنا غادي نستعمل معاه حديث الوساده، وغادي نمارس مع راجلي التخبيب غير بالفن. وايها البنات، قررت نمارس التخبيب معاه ويا ريت ما مارستو. الحصول في ديك الوقت حنا البرطمان اللي كنا كاريين كان مولاها طلب منا نخرجوا ليه من الدار ولا نشريوها عليه، حيت كان واقف على شي عمليه ديال القلب وكان باغي الفلوس ضروري. وكان قال لينا يا تشريو من عندي البرطمان وتعطيني القد والقد فيها، ولا خويها ليا انا غادي نديرها للبيع. هنايا البنات ديك الساعه ما كان عندنا ديك المبلغ، راجلي فضل يخرج يكري وما نشريوهاش. ملي مشى كيقلب على الكره ما لقاش، ولا لقى كيلقى الدار يا اما بعيده الخدمه يا اما ما زويناش وخاصها الاصلاح. كنت اقترحت عليه نشيو البارطمون نبقاو فيها، كنت قلت ليه شوف الاب ديالك يعطيك شويه وخوك يعطيك شويه ونتهز قرض من البنك ودفع فيها وناخذو حسن من نكريو. راجلي في الاول ما بغاش يطلب على باه، بقيت كنقنع فيه كنقنع فيه حتى وافق يطلب عليه، ولكن نهار مشى طلب منهم يسلفو ما بغى حتى واحد يعطيه. كلشي قالوا لي حنا ما عندناش وانت علاش غادي تشري هاد البارطمون، حقها غاليه وماشي هذاك هو الثمن ديالها وهذه كل اخرى. جا عندي راجلي قال لي شنو كاين شنو كاين،
حتى هنا الصراحه، حنا الصراحه بقينا جامدين بلاصتنا، حيت ما كناش كنتوقعوا غادي يرفضوا عائلته يسلفوه، وما كناش كنظنوا غادي يقولوا ليه ما عندناش ورجعوا عليه في وجهه. المهم صافي، راجلي مشى سلف على صحابو وهز كريدي، انا كذلك تسلفت على خوتي، بعت الدب ديالي جمعناها من هنا ومن ليه، بعد منا عطينا النص في داك البارطمان، وما بقيناش حتى سيمانه حنا نسمعوا بلي شي خي شرا هو ولوسي قهوه وداروا فيها مشروع. ملي سمعت الهضره كتدور قبضتها وقلتها لراجلي، زدت عليها في خرات وبقيت كنخبب ليه، بقيت كنخبب ليه في العائله ديالو، وبغيت نبين ليه بلي هما فضلوا خوه عليه، وبلي هما ما بغاوش يعطيو لينا حنايا، وفضلوا يعطيو لوسي حيت لوسي مراتو واكله عليه الدماغ ديالو وهي اللي محرشاهم علينا. جيت كنجبد هذا الموضوع على راجلي في الصباح وفي العشيه، ديما كنحرشو على خوتو، وانت البنات كنمشي لدار شيخي باش نجيب من عندهم الهضره ونزيد عليها، وغير كنرجع للدار كنخبب راجلي وكنقول ليه عائلتك ما كيسواوش، عائلتك كيف تطلقوك ومراتو علينا حنايا، شوف خواتاتك انا كيقولوا عليك، امك ما كتقول عليك، وحق انت ما عندك زهر معاهم، وبين انت ما عندهم فيك غرض. كنبقى نحرق ليه في قلبه وفي دمه على عائلته. كذلك البنات ملي كنمشي عند الناس كنشد لويساتي وكنبقى نخبب فيهم على خوهم، كنقول لهم خوكم اشنو كيقول واشنو قال لي، وانتم ما كيبغيكمش راجلي وما كتبغيوش راجلي، كتفضلوا لوسي ومراتو علينا، وحنا ما عندنا نظر معاكم. كنبقى عاوتاني كنخبب فيهم وكنحرق ليهم قلبهم. انا ملي كنت كندير بحال هكذا كنت كنحس بالراحه، حيت بيني وبينكم بغيت ديك العلاقه اللي كانت بين راجلي والاهل ديالو في الاول ما تبقاش كيف ما كانت، حيت كنت كنحس براجلي راهي من الاهل ديالو كيعطيهم كيصرف عليهم، اصلا هما لاباس عليهم وعندهم حسن منه هو. كذلك كنت كنشوفهم كيتعاملوا مع مرات لوسي حسن مني انايا، وانا كان كيبقى فيا الحال، كنقول على زعما هاديك عاد البارح جات وقلبتهم عليا، علاش زعما ما بقاوش معايا كيف من الاول، علاش تقلبوا عليا حتى زوجوا ولدهم فلان، كيبقى الشيطان كيلعب ليا على اعصابي. ما انا شحال هادي كنت مولفه نخرج ونخدم، ولكن ملي جلست في الدار لقيت راسي كنفكر في شي حوايج اللي ما عندهم علاقه، رجعت كنحس براسي كنخمم في ناسي اكثر من حياتي الشخصيه، رجعت حساسه بلا قياس، اي تعامل تعملوا به مع مرات لوسي ولوسي كنركز فيه، كنقول لا هما كيفضلوا علينا فلان وفلانه، وهي اللي خلاتني نزيد ناكد لراجلي هذا الشيء، واللي اكدت له هو المشروع اللي نادو دارو مع ولدهم. راجلي ملي نوقف عليهم الفلوس نكرو منو، قالوا ليه ما عندناش، وهما بالعكس كان عندهم. راجلي ملي بقيت كنحرش عليهم كنقول لهم علاش، كنقول لهم علاش ما عطاوك، كنقول ليه علاش ما عطاوكش، علاش فضلوا فلان عليك، علاش وعلاش وعلاش. رجعت هو كيركز على التعامل ديالهم، وانا غادي نستغل داك الموقف الصالح ديالي، وغادي نبقى كندخل بينو وبين الاهل ديالو بالخايب. الهضره غير اللي ما سمعتهاش، اي حاجه تقالت كنعاودها لراجلي واخا نزيد عليها النص، المهم خاصني نخرج ما بيناتهم ونخبب العلاقه ديالو بيهم. فعلا قدرت نوصل لهداك الشيء اللي كنت باغا، نحمد الله حتى نوضت بيناتهم المشاكل. نض راجلي البنات كيتخاصم مع خوه، غادي نوضو القتله بيناتهم. كذلك مع مشى عند شيخي شرا لوسي الصداع مع باه، قال له خويا فلان دار وخويا فلان ترك وخويا فلان فعل، قال له علاش عطيتي لفلان، انا ما عطيتينيش، علاش النهار وقفت عليك ما لقيتكش، وبين فلان هو ومراته هما اللي حرشوك هي، وانا ما عندي زهر، وانا وبقى كيحس بليهم. من تما العلاقه ديالو مع باه ماشي حتى لتما، وغادي يتدابز مع خوتو. هذاك الشهر لوسي كان باغي يخطبها واحد صاحب راجلي، وانا اللي غادي نوقف ليها في طريقها، قلت لي ما تزوجهاش صاحبك، اختك ما تصلحلوش وغادي تحشمك مع صاحبك. بقيت كنعمر فيه عليها، وما هنا بالي حتى مشى راجلي عند صاحبو قال له اختي ما تصلحش ليك، اختي صعيبه وقبيحه، اختي ما غاديش توالك. بقى كيعمروا عليها وكيعاود لي شي مشاكل كنوقعوا بينو وبين اختو، كنوقعوا شحال هادي. نوضى صاحب راجلي هزها بارده سخونه عاودها لختو، حيت كان معاه على تواصل، راجلي ما كانش في خبارو كيهضر معاه في التليفون. المهم غادي تنظر بيناك حلا سحله، نضت اختو اتصلت عليا انا، قالت لي قول لراجلك يبعد مني وماشي سوقو فيا. انا مني جا راجلي قلت لي اختك عيطت ليا وبقات كتسب فيا وكتسب فيك وفيا، وراه قالت عليك الحمار، وقالت لي قول الحمار الاخر يبعد مني ويديها في الكلبه اللي عنده. بقيت كنبكي وكنشكي عليه، ناض ديك الفقصه مشى عند اختو غادي يتخاصم معاها ضربه ما خلاش فيها. من تما صافي علاقتهم معاه رجعت خايبه، ما بقاوش كيجيو عندنا حنا ما كنمشيوش عندهم، غادي نبقاو مده حتى لواحد النهار كنا في واحد المناسبه ديال العائله، كانوا عرضوا علينا وحتى انا وراجلي مشينا،
ملي مشينا تلاقيت بمرات لوسي وعقوسي والويساتي، مشيت سلمت عليهم ما درت فراسي ما يتعاود. بقينا جالسين عادي، فواحد اللقطه سمعت شي هضره بيناتهم دايره. سمعت شيخي غادي يكتب القهوه اللي شرو على لوسي وغادي يبيعو حتى الدار ويشيو دار اللي تحت من القهوه. انا غير سمعت هاد الهضره هادي مشيت زدت عليها وبقيت كنحرش في راجلي. قلت لي انت ماشي راجل وانت جالس هنا وهما غادي يكتبوا القهوه بسميتك وغادي يبيعوا الدار ويمشيو لدار اخرى، وانت النهار وقفتي عليهم عطاوك حتى درهم هو الاخر. راجلي كان مغلغل عليهم. ملي حرجتو خببتو عليهم مزيان غادي ينوض البنات، مشى عندو القهوه قهوه وياه كيهضروا غير بالفم بالفم. من بعد كبر بيناتهم النقاش، دابزو نادو كيدابزو بسبب ديك الهضره. نض الناس كتفرق عليهم تفرقهم، المهم واحد الشوهه ما نعاودش ليكم عليها. مع راجلي مشى مشار شي الى خوه، كان معصب داكشي اللي سمع ما تمالكش راسو. بقى على خوه هاك بالك هاك بالك هاك بالك، كيضرب فيه خوه مريض بالقلب. منين كان كيضرب فيه غادي يطيح بين يدو شويط، بقى كيضرب فيه هو يدخل بيناتهم سربع. قالو طلق منه مات مات مات، انت قتلت خوك طلق منه. راجل طلق من خوه شد في السربع قالو انت مالك علاش دخل في الوسط. بقى كيضرب فيه واحد اللقطه بخدو ضربو مع الحيط حتى طوش الدم، طاحوا بجوج بيهم. بقات الروينه جات الاسعاف، رجلي غير ضرب رجع للدار وبقات كارثه. لوسي داو يرجون بين الحياه والموت. اما السرباي مات، ضربه جاتو في الراس وتقصح. ملي داروا ليه السكان لقاو عنده المختز من بلاصتو، والراجل قدر تجي جلطه دماغيه ولا يتشلش على النصفي، والمشكل دخل في غيبوبه سيمانه مسكين. ديك الساعه البوليس خدمت خدمتها وجاو شدو راجلي داوه للحبس، حيت الناس وشيخي شدو في راجلي بلي هو اللي تهجم عليهم هو اللي تعدى. ايوه البنات انا هنا عاد رمتني الفيقه وعرفت الغلط اللي كنت كندير، انا اللي تسببت لراجلي في ديك الكارثه. انا يا البنات انا اللي كنت كنحرش وكنعمرو عليهم حتى وقع اللي وقع. لوسي بقى في السبيطار سيمانه خرج، اما الراجل اللي ضربو وراجلي هذاك السرباي مازال ليومنا هذا ما فاق من الغيبوبه كان غادي يموت. هذه شروه وقت فقد الوعي. رجلي حاليا مشدود في الحبس وانا هاني في الدار حاصله في جوج ديال الاولاد ما عرفت ما ندير. مشيت كنرغب في شيخي وناسي باش يوقفوا مع ولدهم، ضروا فيا وقالوا لي خرجي علينا انت السبب، انت اللي قلبتي علينا ولدنا. قوتوا عليا جراو عليا قالوا لي احنا ما كرهناش تدخلي معاك تربى انت وياه، ولكن عندك الزهر دسي في دوك التوم اللي عندك. المهم مشيت عند خوتي حتى واحد ما بغى يوقف معايا. مشيت كنرغب الاهل ديال السرباي قالوا لي راجلك تعدى عليه هو اللي وصلوا لهاد الحاله، محدودنا بين الحياة والموت راجلك غادي يبقى مشدود في الحبس. والمشكلة البنات كنت درت محامي سولت وبحثت قالوا لي إلا بقى حتى مات الراجل الزوج ديالي غادي تحكم قليلة بواحد 15 ولا 20 عام، زيد عليها المستقبل ديالو غادي يضيع، وإلا عاش الراجل وتعوق غادي ياخد واحد العقوبة ما بين 5 و 8 سنين زائد الغرامة المالية. حنا ما عندناش، ما عنديش البنات اللي كان عندنا دفعنا في الدار وزد عاد فينا الكريدي. والله يا البنات الا كنحس براسي تدمرت لا انا ولا راجلي ولا وليداتي. كنبات نبكي وكنضل نبكي، ندمت وكرهت راسي كرهت حياتي. صافي خواتاتي ما فيهاش، راجلي غادي يمشي فيها وما غاديش تفر فيا غير انايا. كيفاش غادي نقدر نعيش هاد جوج ديال الدراري؟ زيد عليها لا عائلتي ولا عائلتي يوقفوا معايا. كلشي قلب علينا، كلشي قلب علينا. عارفه راسي غلطه وكنخلص الثمن ديال الاخطاء ديالي، وهذا هو اخر المطاف ديال التخبيب. بقيت تبع التخبيب وكنمارس فيه مع راجلي وكنعمرو عليهم حتى شتت الشمل ديالو. حسبي الله ونعم الوكيل. عارفاكم غادي تلوموني، لوموني ماشي مشكل، ولكن نصحوني الله يجازيكم بالخير. وانتم شفتوا ما بقاتش في القرايه والتعليم وتحسبوا على راسكم متقفين، قريت حتى عييت في الاخر. جات وحده من العروبيه طلعت مطوره عليا وعرفت كيفاش تعيش. انا قلبت كل شيء عليا، دمرت دمرت حرفيا، دمرت راسي وراجلي ووليداتي معايا. كنتمنى قصتي تكون عبره ليكم كاملين. شكرا لكم وبسلام عليكم. وكما ورد على مسامعكم الطيبه اخواني اخواتي مستمعيني مستمعاتي، هذا هو اخر المطاف ديال الانسان اللي كيمارس التخبيب. التخبيب كيف ما سمعتوا في القصه فهو نوع من نقولوا التخبير، تشكامه النميمه بالمفهوم ديالها النميمه. الله سبحانه وتعالى كيقول لك هل يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، صدق الله العظيم. فاختي صليتو بالله توبه خالصه وصلي ودعي الله وطلبي الله سبحانه وتعالى يشافي داك الانسان هذاك داك الضحيه اللي كنتي انت السبب باش مسكين وقالوا داك الشيء. طلبي الله
انه يفيق ويفيق بحاله جيده ان شاء الله، الله يشافيه باش يقدر راجلك يخرج من الحبس، لانك انت واحد الشيطان منك ما كاين. فتوبي لله توبه خالصه. شكرا لكم، الى ان القاكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.